العراقي. ضربة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط الثاني. ضربة جزاء راح ينفذها سمير شاكر. سمير طبعا هو اختصاص تبي ضربة جزاء حسين سعيد بالمنتخب الوطني، لكن حسين ما يشارك اليوم لإصابته، نتمنى له الشفاء العاجل. على كل ضربة جزاء الفريق العراقي ينفذها سمير شاكر. يقدم سمير وممتازة، ضربة جدا قوية والهدف الثاني للفريق العراقي. سمير شاكر والهدف الثاني للفريق العراقي من ضربة جزاء. هاي إعادة، إعادة لضربة جزاء. هاي سمير يتقدم و يضع الكرة بنفسه على نقطة الجزاء. وهذا نشاهد ضربة الجزاء. هذا سمير قدم وقوية إلى آخر المرمى.